هذه السنة المرسم الحسيني الحادي عشر له ميزة خاصة بأنه تم إدراج مسرح العرائس للأطفال بكلام إمامنا الصادق حيث قال: رحم الله من أحيا أمرنا، وأخبرته كذلك بقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أهداف المرسم الحسيني بصورة عامة يهدف إلى نشر الوعي بمبادئ الإسلام ومبادئ ثورة الإمام الحسين عليه السلام، بخاصة إلى جيل الأطفال، حيث يركز على هذا الجيل مثلما يركز الخطيب والرادود على فئات سنية معينة، فإن الأطفال لهم نصيب من ذلك من خلال المرسم الحسيني. الفن التشكيلي هو لغة مثل باقي الفنون، ولكن الشيء العجيب أنك أنت تريد تعبر عن موقعة الطف بالفن. في لحظة من اللحظات تتوقف الكلمات ويتوقف اللون ويتوقف الصوت، ولا يمكن التعبير عن هذه الموقعة إلا بالحس والصمت. افتتاح المرسم الحسيني كان جميل، والمسرح الحسيني بالأعراس والفعاليات اللي قدمها واللوحات الجميلة مثل ما نعرف، يعني متعوب عليها الشغل. هذا المرسم الذي يجسد الإمام الحسين عليه السلام في ملحمته الأسطورية الشاملة والخالدة بالإباء والعطاءات والفداء، ويستطيع الفنان بريشته أن يعكس هذه القيم وهذه المبادئ وينشرها إلى كافة البشر. يعتبر المرسم الحسيني مظهر حضاري لأيام عاشوراء وثورة الحسين، التي تمتاز بأنها ذات أبعاد حضارية كبيرة. في الواقع إن تجدد المرسم الحسيني كل عام يعكس حيوية هذه الفعالية وارتباط الشباب والأطفال والفنانين بثورة الحسين من خلال هذه الفعالية، التي نأمل أن تستمر وتتطور بشكل سنوي إن شاء الله. أشكر الأحبة الأخوة القائمين على المرسم الحسيني، ولا يفوتني أن أشكر وتذكر الأخ علي معراج فرج الله عنه، الذي كان له دور بارز في المرسم الحسيني، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نراه بيننا في الأيام القادمة. شكرا. أولا الإيجابيات الموجودة فيه أنه مستمر، اثنين أن في تجديد من اللوحات وتجديد أيضا من الفعاليات، نفس مسرح العرائس والعام الماضي كان الخزف، بالإضافة أيضا إلى وجود فنانين من داخل القرية وخارج القرية، وأيضا وجود الرواية، وهذا شيء طيب. لكن ما نتمناه إحنا من القائمين على هذا المرسم، عملية التطوير تتبعها عملية مشاركة بحيث يبنى على أسس سليمة جدا، وهذا أعتقد في القرية من يساهم في هذا الجانب. لما نتكلم عن الرواية، عندنا كثير من المؤلفين في القرية، عندنا الأستاذ فهد روائي، عندنا الأستاذ يوسف مدين، عندنا الأستاذ محمد علي مكي حسن، وهذا جانب المفروض يكون لهم دور فيه في عملية توعية النش، بحيث يكون عملية تربيتهم على كتابة الرواية على أسس سليمة. اثنين، بالنسبة إلى المرسم كرسومات، عندنا الأستاذ عباس سرحان، عندنا أيضا في عناصر نسائية ممتازة في هذا الجانب. من جانب آخر أيضا عملية الخطوط، أستاذ أحمد سرحان خطاطه معروف، جعفر عيد خطاطه معروف، وفي خطاطين أيضا مثل يوسف مدن أيضا خطاط. إذا هذا الجانب أيضا يجب أن يبنى الخطوط على أسس سليمة جدا، بحيث تنقح اللوحات، يعلم الأولاد طريقة الخطوط، نوع الخط، الخطوط الموجودة يجب أن تكون كلها متوافقة، بالإضافة إلى أنها أيضا مرتبطة بالمرسم الحسيني بواقعة الطف، وهذا شيء جيد جدا. في نهاية الكلام أنا أقول أن المرسم الحسيني تطور كثير، أن القائمين عليه اكتسبوا خبرة ممتازة، أن الجمعية برئاسة الجمعية وهيئة الإدارة قائمة على هذا المشروع وتدعمه بشكل كبير، وأيضا إحنا كأهالي يجب أن ندعم هذا الجانب. الأخير أيضا أقول المفروض يكون في عملية توثيق سنويا للمرسم،
اللوحات والمعد اللوحة يكتب عنها على الأقل ولو سطرين في هذا الدليل، بحيث أنه يوزع في افتتاح المرسم على الحضور على أساس يعرفون شنو اللوحات اللي موجودة وماذا ترمي هذه اللوحة، لأن احنا ما نشوف المعد اللوحة يكون واقف أمام لوحته، لأن ما حد يستطيع أن يتكلم عن اللوحة إلا صاحب اللوحة نفسه. مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نعزي الإمام صاحب العصر والزمان بفاجعة كربلاء وبالقرابين التي قدمها جده الإمام الحسين عليه السلام، ونشكر القائمين على هذا المعرض والمنظمين إليه والمشاركين والزوار وكل من حضر إلى هذا المعرض الحسيني الذي يخلق ويكون وينشئ المهارات الفنية لشبابنا وشاباتنا وطلابنا وطالباتنا. وفي الأخير أيضا نشكركم جميعا، والحمد لله رب العالمين.